أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الثاني من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع أعزائي الطلاب ستتعرف على مكانة الشريعة الإسلامية وأيضا على مفهوم التفخيم والترقيق. عزيزي الطالب، من خصائص الشريعة الإسلامية الربانية تتصف بصفات الكمال والتمام، لأن أساس خصائصها أنها ربانية من عند الله سبحانه وتعالى. أما مفهوم الشريعة الإسلامية عزيزي الطالب هي العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لتنظيم حياة الناس وتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة. تتميز الشريعة الإسلامية بخصائص عدة جعلتها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، ومحققة لمصالح الناس وسعادتهم. وقد سبق أن قمنا بدراسة خصيصتين من خصائص الشريعة الإسلامية، هما إنسانية الإسلام وشموله. فمفهوم ربانية الشريعة الإسلامية عزيزي الطالب يقصد بها أنها من عند الله تعالى، وقد تولى الله سبحانه وتعالى حفظ الشريعة الإسلامية بحفظ القرآن الكريم. أما آثار ربانية الشريعة الإسلامية في أحكامها هي موافقة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الفطرة الإنسانية، أيضا مخاطبة الشريعة الإسلامية العقل والقلب معا، وكمال أحكام الشريعة الإسلامية وعدالة أحكام الشريعة الإسلامية. أما موافقة أحكام الشريعة أي مراعاتها حاجات الإنسان ومصالحه، فكل حكم شرعه الله تعالى إما أن يكون لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة. أما مخاطبة الشريعة الإسلامية العقل والقلب معا، إذ أن نصوص الشريعة ليست نصوصا قانونية تخاطب العقل دون أن تؤثر في القلب، ولا نصوصا تثير المشاعر مع بعدها عن العقل، إنما أحكامها تؤثر في القلب وتربيه. أيضا عدالة أحكام الشريعة تتصف هذه الأحكام بأنها تناسب جميع فئات الناس وأحوالهم، وتراعي تغيير ظروفهم وأزمانهم وتحقيق مصالحهم دون محاباة طرف على آخر أو جهة على أخرى. أثار ربانية الشريعة الإسلامية عزيزي الطالب في سلوك المسلم يترتب ذلك في تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه، أيضا غرس الرقابة الذاتية في قلب المسلم. إذا عزيزي الطالب، أصول المعاملات والأحكام الفقهية ربانية مثل حرمة الشرك، حرمة قتل النفس الإنسانية. أما اجتهادات الفقهاء وأرائهم في الأحكام التفصيلية فلا تعد أحكاما ربانية، بل هي اجتهادات بشرية من علماء متخصصين توافرت فيهم شروط الاجتهاد ولها احترامها وتقديرها، إلا أن المجتهد يمكن أن يصيب أو يخطئ. من أمثلة اجتهادات الفقهاء في الأحكام التفصيلية اشتراط مثلا إخراج المواد العينية في صدقة الفطر أم جواز إخراجها نقدا. أما الدرس الثاني عزيزي الطالب هو التفخيم والترقيق. ما المقصود بالتفخيم والترقيق؟ وهي من صفات الحروف، فإذا نطق الحرف مضخما بحيث يمتلئ به الفم سمي تفخيما، وإذا نطق بصوت نحيف من غير أن يمتلئ بها الفم سمي ترقيقا. حين يتصاعد الصوت عند نطق الحرف إلى الحناك الأعلى يسمى حرفا مستعلا، مثل القاء والغاء والطاء. أما حين لا يتصاعد الصوت عند نطق الحرف إلى الحناك الأعلى فيسمى حرفا مستفلا، مثل النا والباء والساء. هناك مراتب عزيزي الطالب للتفخيم. للتفخيم هي أن يكون حرف التفخيم مفتوحا، مثل الضالين. المرتبة الثانية أن يكون حرف التفخيم مضموما، ضربت. المرتبة الثالثة أن يكون حرف التفخيم مكسورا، مثل ضرارا. إذن التفخيم والترقيق هي من صفات الحروف، فإذا نطق الحرف مضخما بحيث يمتلئ به الفم سمي تفخيما، أما إذا نطق بصوت نحيف من غير أن يمتلئ به الفم سمي ترقيقا. الترقيق هو تنحيف حرف عند نطقه من غير أن يمتلئ الفم بصوته. وحروف الترقيق هي باقي حروف اللغة العربية من غير حروف التفخيم. إذن عزيزي الطالب،
حين يتصاعد الصوت عند نطق الحرف إلى الحنك الأعلى يسمى حرف مستعلاً، أما حين لا يتصاعد الصوت عند نطق الحرف إلى الحنك الأعلى فيسمى حرفاً مستفلاً. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.